رأيتم الناس أن يتركوا هذا التكرار حتى ينفقوا هذا المال في أبواب أخرى تستحق هذا الأمر. الآن أصبح هناك توسع أفقي في المسعى، أصبح هناك توسع رأسي في رمي الجمار، فهل ما زالت الفتوى على ما هي عليه أم تغيرت بتغير الظروف؟ خلش الفتوى علشان نضيق. طيب أنا أستأذنكم، أعني الإجابة بالتفصيل تكون بعد هذا الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي نحاول فيه فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حول الحج وأسراره وأحكامه. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن اتساع المسعى وتعدد الطوابق في الجمار، هل هذا في حد ذاته يجعل فتواكم كما هي أم البعض ربما يتعلل بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا عن تكرار الحج وأن هناك ما هو أولى منه لم يكن سببه ضيق المكان. نعم، الضيق ده كان يعني سبب فتوى رمي الجمار قبل الزوال. نعم، إنه المكان ضيق والزمان محدود فلازم نوسع على الناس. تمام. بعد هذه الأشياء يعني ممكن نقول من يستطيع يحج يرمي في الوقت، ولكن مع هذا الجميع أصبحوا متفقين الآن على الرمي قبل الزواج. يعني مش الشيخ القرضاوي الواحد أصبح والناس من الصباح يرمون ولا ينتهي الرمي. صحيح، لأن كان 3 مليون السنة الماضية. نعم، فيعني لا داعي لهذا الأمر، ويعني وهذا من فضل الله عز وجل. الشيخ ابن محمود أفتى بذلك من أكثر من 50 سنة وقامت الدنيا عليه، والآن تتسع الرخص. صحيح، لحاجة الناس. طيب، بما أننا ولذلك أنا أقول إن الفتوى لا تزال، وهو أنه هذا تابع لما سميته فقه الأولويات. نعم، أيهما أولى، تحج المرة 10 أو 20 أو 40 أو 50؟ أنا أعرف في ناس بيحجوا لحد 50 يعني ما شاء الله، كل سنة بيحجوا، الأمور ميسرة لهم وهم موسرون، فبيحج. أيهما أولى، تحج لحد 40 ولا 50، ولا تطعم أسرة جائعة، تعلم أناسا في أفريقيا أو في آسيا من المسلمين يحتاجون إلى مدرسة ولا يجدون؟ حين أقول لك لا نجد القلم الرصاص، لا نجد كراسة، يعني أيهما أولى؟ الإمام عبد الله بن المبارك كان رايح هو وطلابه ورفقاؤه يحجون، وقم مشوا يعني مرحلة كبيرة في الطريق، ثم في الطريق قابلت امرأة وقالت له يا عبد الله يا إمام، أنا امرأة أرملة وعندي هؤلاء الأولاد وهم محتاجون إلى كذا وكذا. نعم، وليس عندي ما أعطيهم. فنظر إلى خازن المال معاه، قال له كم معنا من المال؟ قال بقي معنا 2000 دولار، 2000 دينار. فكانوا مشوا مرحلة كبيرة وبتاع. صحيح، قال له طيب أبقي لنا يعني مقدار ما نستطيع أن نعود العودة الثانية، العودة، وأعطيها كل ما سبحان معه. الله، وقال هذا حجنا لهذا العام. ما شاء الله.